هنشوف قبل كمان بالتأكيد أزمة محمد صلاح كويس جدا إنه تم حلها بهذا الشكل. ليه؟ لأن حل الأزمة يتم في إطار المصلحة العامة. يعني لو كل جبهة تشبثت بمصالحها هي فقط، وكنا نتمنى إنه ما يبقاش في جبهتين يعني. وطبعا في مشاكل عديده متعلقه باتحاد الكره احنا اتكلمنا فيها هنا يعني، لكن في ازمه من هذا النوع لانها بقى في عندنا وكيل الكابتن محمد صلاح ربما خاطب الاتحاد بشكل يعني فيه بعض الكلمات والصيغ اللي مش مقبوله يعني، ده اللي عمل حاله الغضب الشديد. لكن بالتاكيد كلنا هنبقى مع محمد صلاح الذي يرفع راسنا جميعا، رؤوسنا جميعا، والناس تتألم لألمه وتفرح لبهجته ولأفراحه ولكل الأهداف التي يسجلها، لأن كمان هي بترفع اسم مصر عاليا. لكن حل الأزمة كالتالي ببساطة شديدة جدا: مطالب محمد صلاح هي مطالب مشروعة، خاصة ما يتعلق بالضغط النفسي والحصار عليه هو شخصيا أكثر وعلى اللاعبين، زي المشهد اللي انتشر ده لو نازل محمد صلاح عشان يلعب لن يستطيع انه يلعب ابدا، اللي هو اللي احنا شايفينه ده، لو نسمعه حتى بالصوت والصوره كده. اطلع يا محمد، اطلع عليك يا محمد. مو صلاح مو صلاح مو صلاح صلاح مو ربنا يكون معاك يا صلاح النهارده، اقسم بالله عارفين ان انت بتعمل مجهود فظيع في الملعب وبره الملعب في الصور وغير الصور. محمد صلاح وعيني. طيب يبقى يا جماعه واحد، المشهد اللي احنا شفناه ده لانه نسال نفسنا، هو هل صلاح متواضع ولا متكبر؟ لا، متواضع، والناس تستطيع انها تلمس ده جيدا يعني. وبالتالي هو مش هيقول لحد انا تعبت من الوقفه، وهيبقى في انهاك جسدي ونفسي. انتوا عارفين التركيز والصحه البدنيه لا يمكن ابدا ان يحاصر اللاعب بهذا الشكل. لكن كمان دايما يقال للشخصيه العامه والشخصيه المشهوره ابتهج يعني، خلي الناس ما تنعزلش عن الناس، وهو الحقيقه محمد صلاح بيعمل ده. لكن لما يكون ده في اثناء البطولات واثناء المباريات، لا، ده عبء جسدي ونفسي رهيب. وهنا حتى المصلحة الوطنية تقتضي انه البعض بقى المطالب المتعلقة بانه يا جماعة يبقى في حراسة، ليه؟ علشان احافظ على الحالة النفسية والبدنية للاعب، ما يبقاش فيه انهاك جسدي ونفسي له ولغيره. وعشان كده النهاردة فالكون اعلنت انها بعد موافقة الاتحاد يعني هي مستعدة انها تعمل تخصص حراسة للمنتخب، علشان كمان من المهم، وهو صلاح حريص على كده، انه ما بقاش في تمييز بين اللاعبين. دي مشكله، اللي هي المشكله بالاضافه لبعض المطالب الثانيه اللي هيبقى فيها اخذ ورد. لكن في النهايه انت محتاج اللي بيتكلم فيه محمد صلاح على انه يكون مرتاحا نفسيا وجسديا وعصبيا، ده مهم انه يبقى مرتاح كده. الجزء الثاني اللي بنتكلم فيه وهو الأسلوب الذي يتحدث به وكيل محمد صلاح، وهي مسألة يعني محلولة يعني، إنه هذا الأسلوب لا يكون بهذه اللغة، وأعتقد أن محمد صلاح لا يقبلها يعني. وبالتالي هنا الأزمة يمكن أن تنتهي بهذا الشكل، وكويس أنها انتهت، لأن محمد صلاح قيمة كبيرة ويجب أن نحافظ عليها.